هؤلاء ليسوا شبابا فلسطينيا، وهؤلاء ليسوا بشرطة إسرائيل، وهذا الخراب ليس في غزة الجريحة، إنه من العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت شوارعها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين أغلبهم من الجزائريين والشرطة، بعد أن ألغت محافظة باريس تصريح الخروج في مظاهرات سلمية تضامنا مع غزة في عطلة آخر الأسبوع بحجة الخوف من الفوضى وتصاعد العنف في مظاهرات الأيام الأخيرة. فرنسا التي قال رئيسها أنه لن يسمح بأن يستورد العنف من غزة إلى بلده، ناسياً أو متناسياً أن غزة هي الضحية وليس الجاني، ليتدارك موقفه بعد ذلك ويطالب بإيجاد حل سلمي ووقف إطلاق النار من الطرفين. عنف شديد عرفته هذه المظاهرة، رصاص مطاطي وغازات مسيلة للدموع ومحاولات تهدئة من الشرطة تارة ومن المتظاهرين تارة أخرى، الذين لم يخرجوا إلا ليقولوا كلمة حق من أجل شعب حلل دمه في هذه الأيام المباركة وعلى مرأى الساحة الدولية. هذا الشعب الذي يقتل أطفاله كل يوم ليس لسبب إلا لأنهم قد يكونوا مقاومين الغد، ورغم أن التظاهر هو أقل شيء يقدم لغزة الجريحة فإنه منع في بلد الديمقراطية واحترام الحريات. لقناة النهار تي في، هدى فتوان، باريس.